يوسف ندى كان من الذكاء ان هو يحاول يغسل سمعته. اين مكان غسيل السمعه في تقديره؟ كان قناه الجزيره. مين اللي يقدر ياخد له كده يعني فمين غسيل محترمين؟ كان احمد منصور. وفعلا اتفق مع احمد منصور يستضيفه في برنامج شاهد على العصر اعتقد في قناه الجزيره. وراح يوسف ندى سجل كام حلقه معاه بيتكلم فيها على بنك التقوى وانه هو راجل يعني تعرض لمؤامره كونيه من السي اي اي والمخابرات الامريكيه وانه وانه وانه. لكن هل كان غسيل سمعه يوسف ندى مجانا؟ الاجابه لا. احمد منصور خد من يوسف ندى مقابل غسيل السمعه 3 شقق في مصر الجديده في شارع السعاده بارقامهم واماكنهم. 3 شقق اخذهم من يوسف ندى وبيقضي اجازته دائما في فيلا يوسف ندى في سويسرا. وكانت هذه المعلومات ما تلقاه احمد منصور من يوسف ندى كان موضع فضيحه اخوانيه اخرى. 3 شقق في شارع السعاده في مصر الجديده من يوسف ندى.